السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده انا هكمل في شابتر الانتي انفلاماتوري دراجز، وهكمل في الايه في النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. تمام. فانا احنا انا شرحت في قبل كده طبعا اللي هو الايه النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز اللي جايه من السلسليك اسيد ديريفاتيفز، يعني اللي هي مشتقات سلسليك اسيد، اللي هي مين بقى؟ الاسبرين مثلا اشهرهم مثلا. ودلوقتي هتكلم على بقى الباراسيتامول، وده يعني هو مكتوب في شابتر الانتي انفلاماتوري، تمام، بس هو اساسا ما بيستخدمش كانتي انفلاماتوري. طب ليه؟ برضو هنعرف قدام ان شاء الله. فيعني دي برضو حاجة يعني ما لازم تكون مرتبها في دماغك كده. فانا دلوقتي عندي هتكلم على دواء اللي هو الباراسيتامول، او اللي بيسميه في الصيدليه اللي هو الايه البنادول. لازم تكون واخد بالك من الاسم التاني بتاعه، وده مهم قوي، اللي هو اللي اسمه ايه، اسيتامينوفين. اسيتامينوفين، تمام، اسمه اسيتامينوفين، ده الاسم التاني الايه للباراسيتامول. طيب نيجي بقى نتكلم على السورس والكاينيتكس وكده. السورس عندي جاي من الانيلين ديريفاتيف، ده مش ده من مشتقات الانيلين، تمام. دي يعني ماده كيميائيه من تفاصيلها مش علينا، يعني دي ماده هو سينثيتك طبعا، ده بيتصنع، ده مش ناتشرال او كده. طيب ككاينيتكس بقى، هو طبعا زي احنا قلنا مثلا الاسبرين بيمتص بارتشالي في الاستومك وكومبليتلي في الابر انتستين. طيب بالنسبه بقى للباراسيتامول كابسوربشن، والابسوربد اورالي ان ستومك وذ رابيد ديس انتجريشن. الحته دي مهمه قوي. الباراسيتامول ده من الاحد الادويه اللي ليها رابيد ديس انتجريشن ريت. طب ودي يفيدني في ايه؟ ده بيفيدني مع الجاستريك امبتنج، تمام. يعني ايه بقى؟ يعني الادويه اللي ليها رابيد ديس انتجريشن، ليه ديس انتجريشن؟ يعني بتحلل في المعده. الادويه اللي ليها قدره على انها تتحلل في المعده بسرعه، الجاستريك امبتنج بيبقى مهم فيها. يعني ايه؟ يعني هي دلوقتي كل ما زاد الجاستريك امبتنج، كل ما زاد امتصاص الادويه اللي عندها الرابيد ديس انتجريشن ريت. تاني، كل ما زاد الجاستريك امبتنج، كل ما زاد امتصاص الادويه اللي ليها رابيد ديس انتجريشن ريت. الكلام ده كله فين؟ في الاستومك، تمام. جاستريك امبتنج اللي هو يعني المعده بتفضي اللي جواه. طيب فبس طب ده يفيدني في ايه برضه؟ يعني انا مثلا لو عندي جالي عيان ما الباراسيتامول مش نافع معايا، يعني ايه الابسوربشن عنده مثلا قليل، اي عنده قرحه في المعده، عنده اي حاجه مثلا تخلي جاستريك امبتنج عنده ايه ضعيف، فانا اعمل ايه بقى؟ اديله دواء يزود له الجاستريك امبتنج. وهو اشهر دواء بيزود لي الجاستريك امبتنج هو الايه الميتوكلوبرامايد، تمام. يبقى انا برضو لو ده من احد دراج انتر اكشن بعد كده، ان انا بدي العيان ميتوكلوبرامايد عشان يزود مين؟ امتصاص الباراسيتامول. طب وده بيحصل ازاي؟ برضو عن طريق انه بيزود الجاستريك امبتنج، فامتصاص الايه الباراسيتامول يزيد. طيب كديستريبيوشن بقى، هو بيعدي البلاد برين بارير، بيعدي الايه البلاسنتال بارير، بس هو ناتراتوجينيك. وخد بالك حتى بيعدي البلاد برين بارير ده، هو اساسا شغل الباراسيتامول كله على السي ان اس، يعني هو ما بيشتغلش في اي حته في جسمي غير السي ان اس. فده الباراسيتامول بيشتغل فين؟ في السي ان اس، ده شغله كله اصلا. وهو بيعدي البلاسنتال بارير برضه، بس الناتراتوجينيك، يعني هو ما بيعمليش مشاكل ايه مع البريجننت، يبقى هو سيف مين في البريجننسي، تمام، وسيف في الاطفال كمان، يعني هو لا بيأذي الطفل ولا بيأذي الام، حاجه جميله خالص. كميتابوليزم بقى، الميتابوليزم تعتبر اهم نقطه في الكاينيتكس بتاعه الباراسيتامول. ليه بقى؟ صح معايا بقى. نيجي على الليفر، هو اللي بيعمل الميتابوليزم، بس بيعمل الميتابوليزم بطريقتين. عندي طريقة ميجور، ده اللي بيحصل لأغلب الباراسيتامول، 95% من الباراسيتامول بيحصل لهم عملية اسمها كونجيوجيشن. ده كل الكلام ده فين؟ في الليفر. كونجيوجيشن يعني ايه؟ يعني اللي هو بيلزق، يعني بيحط حاجة على حاجة، يحط على الباراسيتامول مركب كمان. فالكونجيوجيشن ده بيحصل مع ايه بقى؟ مع جلوكورينيك اسيد ومع السلفيت. يبقى تاني كده، الباراسيتامول بيحصل له كونجيوجيشن مع الجلوكو يورينيك اسيد والسلفيت. طب وبعدين؟ يعني
بيتحول بعديها المادة ان اكتف، ولا هي توكسيك مش سامة ولا بتعمل اي اعراض ولا مشاكل وعادي خالص، اللي هي ان اكتف بي امينو فينول ميتابولايت. يعني هي امينو فينول، يعني بي امينو فينول. تمام، هو كان اسمه ايه؟ كان اسمه اسيتا ماينوفين. اسمه التاني الباراسيتامول، اسمه التاني اسيتا ماينوفين. ده اسمه ايه بقى؟ امينوفين، امينو فينول. فيعني في تشابه اسماء اهو، هو اسمه اسيتامينوفين وتحول لايه؟ لماده ان اكتف اسمها بي امينو فينول. ده الميجور وده الاسلم وده الاحسن وافضل بكتير من الماينور باسوي اللي هو التاني بقى. والماينور باسوي عندي هو الكونجيوجيشن. يعني ايه بقى الكونجيوجيشن؟ ايه معلش، الماينور باسوي عندي هو الاوكسيديشن، معلش اسف. فالماينور باسوي عندي للباراسيتامول هو الاوكسيديشن. ايه الاوكسيديشن بقى؟ إيه طبعا الليفر بيجي بيتعامل مع الباراسيتامول عن طريق ان هو بيعمل له اكسده، بيأكسد الباراسيتامول ويحولها لي الماده اسمها ناب كيو اي. ناب كيو اي دي ماده سامه وخطر قوي على الجسم. تمام، فالليفر بيعمل لها دي توكسيفيكيشن. طب ازاي برضو؟ ركز معايا بقى، انا دلوقتي عندي ماده اسمها باراسيتامول، خدتها في جسمي وخدتها عادي خالص، وهيحصل لها الماينور باسوي ده. في الليفر انزيم اسمه سايتوكروم بي 450. تمام، اسمه سايتوكروم بي 450 اهو. السايتوكروم بي 450 بياخد الباراسيتامول ويقوم رايح جاي محوله لماده توكسيك اسمها ناب كيو اي. ده الناب كيو اي ده اختصار لماده كيميائيه طويله كده، هبقى اقوله يعني اللي عايز يعرفه يعرفه. فانا عندي ماده اسمها ناب كيو اي، الماده دي حلوه ولا وحشه؟ لا، الماده دي خطر وبتعمل لي مشاكل ابدومينال بين ودياريه ونوجيا وفوميتنج، ويعني مش حلوه خالص يعني. فالليفر بيعمل لها دي توكسيفيكيشن، يعني ايه؟ بيحولها لماده غير سامه عادي خالص. بس ده بقى بيحصل على حساب حاجه، يعني الموضوع برضو مش سهل كده، بيحصل على حساب الجلوتاثيون. تمام، يعني انا عندي دلوقتي كل المشكله في الحكايه دي كلها ان الجلوتاثيون عندي بي ايه؟ بيقل. فلو الجلوتاثيون قل، مش هيعرف الليفر يعمل دي توكسيفيكيشن للايه؟ للناب كيو اي، اللي هي الماده السامه اللي بتعمل لي اعراض زي الزفت. فتاني كده نعيد الحته دي تاني، انا عندي باراسيتامول حصل له اوكسيديشن بايه؟ بالسيتوكروم بي 450. فلما يحصل له اوكسيديشن بالسيتوكروم بي 450 بيتحول لماده اسمها ناب كيو اي. ناب كيو اي اختصار لايه؟ الاختصار لان اسيتايل بارا بنزو كوينون ايماين. تمام، ان اسيتايل بارا بنزو كوينون ايماين، يعني عايز تحفظه احفظه، الناب كيو اي اسم جميل يعني اعتقد. فبس فهي اسمها ناب كيو اي. الماده ديت حلوه ولا وحشه؟ لا حلوه وزي حلوه وحشه زي الزفت. معلش، الماده دي سامه وبتعمل لي مشاكل كتير. فانا المفروض كالليفر يتعامل معاها ازاي؟ بيعمل لها ديتوكسيفيكيشن، بيحولها لماده غير سامه. ده على حساب ايه؟ على حساب الجلوتاثيون. فانا برضه اتوقع كده. طب انا بقى لو افرض ناب كيو اي كترت في جسمي والجلوتاثيون مستهلك، فممكن يبقى احد طرق علاجها ان انا ادي الراجل جلوتاثيون من بره، واخد بالك؟ دي برضه ايه، معلومه كده على الطاير يعني. وكاكسكريشن ان تشينج باراسيتامول نيورين، يعني بيفرز في اليورين يعني بايه؟ ان تشينج، ما بيحصلوش تغيير يعني. داينامكس بقى، طبعا كداينامكس او الميكانيزم اوف اكشن مش مهم قوي يعني. هو المشكله ان عندنا ان هو الميكانيزم اوف اكشن ده ملغي اصلا. تمام، فانا برضو يعني برضو ده مش ده انا مش شايفه صح برضو يعني. ان شاء الله حتى اديك كلمه عنه كده يا اخي اعرف هو بيعمل ايه. فهو كدايناميك او ميكانيزم اوف اكشن هو ليه دور ان هو بيشتغل كمهدئ وانتي بايوتيك افكت. يعني هو بيبقى مهدئ، بس مهدئ ايه؟ برضو زي الاسبرين. يعني ايه مهدئ؟ يعني ايه مهدئ زي الاسبرين؟ بيدوبك مايلد تو مودريت بين، يدوبك البين الضعيف او اللي هو مش قوي قوي برضو، مش زي المورفين مثلا بياخد بقى الوجع الجامد قوي يهديه وكده. بس وانتي بايريتك بستخدمه برضو في علاج الايه؟ الحمى او الفيفر. يبقى هو دي اساسا اهم استخدامات الباراسيتامول، ايه؟ كمهدئ او مسكن للالام يا دوبك الضعيفه كده، بس مش الالام الشديده. والايه؟ انتي بايريتك افكت، بعالج بيه الفيفر او الحمى. طيب ازاي برضو يعني بيحصل الكلام ده؟
احنا خدنا في الاسبرين ان في انزيم اسمه سايكلو اوكسجينيز انزيم، تمام؟ والسايكلو اوكسجينيز انزيم ده كان بيحول لي ماده اسمها اراكيدونيك اسيد، ده الكلام ده في الاسبرين، تمام؟ بيحول ماده اسمها اراكيدونيك اسيد بيحولها لبروستاجلاندين. الكلام ده كان بيتم على كام خطوه؟ على خطوتين، وبيحصل في اكتف في كام اكتف سايت؟ في اتنين اكتف سايت على السايكل اوكسجينيز انزيم. فهو الفكره ان السايكل اوكسجينيز انزيم في اكتف سايت اللي هي الايه، سايكل اوكسجينيز سايت، تمام؟ السايكل اوكسجينيز سايت دي بيعمل لها ايه؟ بيقوم رايح جاي عم بيشتغل زي سبستريت ليها كده ويقفلها، يعمل لها انهبيشن، تمام؟ فالبروستاجلاندين ما يصنعش. طيب واحد يجي يقول لي طب ما يش... طب ما هو كده بقى يشتغل زي الاسبرين بقى، ما الاسبرين تقريبا يعني بيعمل نفس الحكايه دي او نفس النتيجه برضه، ان هو البروستاجلاندين ما بتصنعش. قال لك لا بقى، ده هو بيشتغل بس او بيعمل انهبيشن للسايكل اوكسجينيز سايت بتاعه الكوكس 3 بس، والكوكس 3 ده موجود بس في السي ان اس سنترالي، موجود بس في السي ان اس، مش موجود في اي حته تانية. يعني ايه مثلا؟ يعني السايكل اوكسجينيز 1 ده موجود في كذا حته، في ار اس كي بي انا كنت مسكمها كده، فموجود في الريسبيراتوري تراكت، موجود في الاستومك، موجود في البليتلت، موجود في الكدني، موجود في كذا حته. ده مين؟ ده السايكل اوكسجينيز 1. انما السايكلو اوكسجينيز 3 اللي انا بتكلم عليه النهارده، وان ده اللي بيحصل له انهبيشن عن طريق الباراسيتامول، ده موجود فين يا دوبك؟ موجود في السي ان اس. عشان كده يا دوبك الافكتس بتاعته كانالجيسيك وانتي بايريتك بس. فهو الباراسيتامول بيعمل ايه؟ بيعمل انهبيشن للسايكلو اوكسجينيز سايت اللي هي اكتف سايت في السايكلو اوكسجينيز، بس بتاع انه انزيم بقى، الانزيم الكوكس 3 بس، كوكس 3 بس، لا كوكس 1 ولا كوكس 2، تمام؟ فبالتالي الاسبرين مثلا كان بيعمل لي اعراض مثلا منها البيبتيك ألسر، زي ما احنا شايفين كده. البيبتيك ألسر ليه؟ لانه بيوقف البروستاجلاندين اللي بيتعمل في الاستومك، والبروستاجلاندين اللي بيتعمل في الاستومك ده كان بيعمل ايه؟ ده كان بيحمي المعده من ان يحصل فيها ألسر او اي حاجه، تمام؟ فهي ديت برضو حته مهمه قوي لازم تكون عارفينها، ان هو بيدوبك انهبيشن للكوكس 3 بس، ده اللي موجود في سي ان اس بس، فبستعمله عشان ايه؟ انتي بايريتك وانالجيسيك. ده مين؟ ده الباراسيتامول. لحظه واحده بس الاذان وهكمل. تمام، فنكمل. ابدا بقى اتكلم دلوقتي على الفارماكولوجيكال افكت، تمام؟ الفارماكولوجيكال افكتس دايما زي ما قلنا طبعا اهم حاجه ان هو بيدوبك بيشتغل على الكوكس ايه 3، فبالتالي الكوكس 1 والكوكس 2 ايه ار نوت افكتد. وهو كفارماكولوجيكال افكت زي ما قلت لكم هو يا دوبك بانتي بايريتك، واللي هو بيعالج الحمى، والحاجه الثانيه هو بيشتغل كانالجيزيك يا دوبك في المايلد تو مودريت بين. اذا فعندي حاجات كتيره قوي كان بيعملها الاسبرين وبيعمل وبتسبب لي مشاكل، هو اللي اسمه ايه ده بقى عمره، اللي هو الباراسيتامول ده عمره ما هيعمل كل الكلام ده، تمام؟ يعني ايه مثلا؟ يعني احنا قلنا ار اس كي بي ده ديت السكيما بتاعت الاماكن اللي بيشتغل فيها الكوكس 1، فالار اختصار للريسبيراتوري تراكت، كان بيعمل الاسبرين برونكوز باس ده نو برونكوز باس، الاستومك بيعمل ليبتيك ألسر نو بيبتيك ألسر، الكيدني كان بيزود كميه اليوريك اسيد في جسمي والرينال بلاد فلو بيقل، او رينال نو رينال امبيرمنت نو يوريكوز يوريك اكشن، تمام؟ ما بيتراكمش يوريك اسيد في جسمي. انتي البي اختصار لبليتلت، هو كان بيشتغل كانتي كواجولانت وبيزود السيوله، هو ما بيزودش السيوله ولا بيعمل في السيوله حاجه. مثلا كان بيعمل يوتراين ريلاكسيشن، ده بيعملش يعني ما يعني ما بيعملش نو يوتراين ريلاكسيشن، في هنا نو معلش، فهو يعني نو يوتراين ريلاكسيشن ما بيعملش يوتراين ريلاكسيشن. البيتا اندكتس ارتريوزس اللي كانت موجوده في الجنين كان في الليت بريجنانسي، كان يا دوب يعني بيقفلها والطفل يتخنق جوه الرحم ويموت، تمام؟ فدي كانت ايه يعني؟ دي كلها كانت اعراض الاسبرين. الباراسيتامول ما بيعملش اي حاجه من الاعراض دي. طيب يبقى اليوزس عندي زي ما قلت لك مينلي انالجيسيك وانتي ايه بايريتك. خد بالك بقى من الحته ديت، يعني it is indicated in contraindication of aspirin. يعني انا لو عايز حاجات مثلا حاجه كانالجيزيك ولا حاجه والراجل عنده برونكيال ازمه، كانت ست حامل طفل مثلا، كل الكلام ده ايه اقدر استعمل فيه الاسبرين عادي، الباراسيتامول قصدي عادي.
طيب الادفيرس افكتس بقى، الباراسيتامول طبعا ليه وايد سيفتي مارجن، تمام، يعني ما بيباع في صيدليه عادي، يعني مش محتاج روجيتا، ده الكلام ده يعني ايه، الكلام ده ايه بره، يعني بره ممكن اي حد يطلبه عادي مش مشكله، انما احنا هي الفكره ان بره في ادويه كتير قوي ما ينفع، يعني معظم الادويه لازم ايه تتاخد بروجيتا وكده، انما احنا هنا ما شاء الله علينا الراجل بيديك الدواء ويسلم عليك وتروح يعني. بس فهي دي الفكره. فانا عندي دلوقتي هو يعني بيقول لك ان هو بيستعمل عادي، ولو رحت لاي صيدليه هيديك الباراسيتامول، فهو ويل توليريتد، في ناس مثلا بتاخده يعني باستمرار يعني كل يوم وبتاع وكده، وواي سيفتي مارجن، هو يعني مش زي ما احنا قلنا الادفيرس افكتس او اسم مخاطره اساسا مش كتير. فهو فعلا الادفيرس افكتس يعني يا دوب يتامى خالص، هما اتنين ادفيرس افكتس، اذا كان واحد الرجي ولا حاجه هيعمل له فيفر وراش وبون مارو ديبريشن، ممكن يحصل له يعني انيميا او كده. فهو يعني البون مارو ديبريشن فيفر راش ده اللي بيحصل في حالات الالرجي بصفه عامه. يعني المهمة بقى اللي جاية ديت اللي هي ادفيرس افكتس او الاكيوت باراسيتامول توكسيستي، ان الراجل ياخد لي باراسيتامول كتير ويبقى موجود في جسمه. طيب ودي انا اتعامل معاها ايه بقى؟ زي ما انا اقول لك يعني هنعرفها واحده واحده وهندرسها واحده واحده بقى. طبعا ده سببها ايه؟ ان انت الراجل باراسيتامول خد منه جرعه زياده كتير، هي طبعا دي الجرعات السامه، هي في الاطفال طبعا بيبقى 10 15 جرام، طبعا الاطفال اصغر اي 4 جرام بس يا دوبك يعملوا لها الحاله دي اللي هي الاكيوت باراسيتامول توكسيستي. فده بيحصل ليه برضه؟ لان بيحصل ديبليشن الجلوتاثيون اند بريسنس اوف ايه ناب كيو ار. يعني هي بص، هو كل مشكله في ايه؟ ان انا عندي دلوقتي الميجور باثوي ماينور باثوي، لما الراجل ياخد باراسيتامول كتير الليفر للاسف بيلجأ للماينور باثوي ديت وتبقى هي اللي شغاله بس، اما الميجور بتقف بقى، تمام. فليه يحصل ليه ناب كيو تزيد في جسمي؟ فالليفر هيعمل لها توكسيفيكيشن عادي خالص، بس ده زي ما قلت لكم ده بيبقى على حساب الجلوتاثيون، تمام. والجلوتاثيون ليه نسبه محدده، خلصت خلاص الناب كيو بيفضل عايش بقى في دمي وفي جسمي ويعمل لي الاعراض بتاعته. فهي الناب كيو اي دي بقى تقوم رايحه جايه بقى عامله الاعراض بتاعتها بقى، بتختلف على حسب الوقت. يعني لو كان ده لسه في وقت بدري ايرلي، يعني ايرلي اكيوت باراسيتامول توكسيستي بيعمل لي نوزيا وبومتنج ودايريا وابدومينال بين، تمام. انما طبعا بقى في الليت بقى بيعمل لي مشاكل بقى، بيأثر على الليفر طبعا، الناب كيو بي اي بيفضل موجود بقى في الليفر ويعمل لي هيباتيك نكروزيس او هيباتيك توكسيستي عادي، تقولها زي ما انت عايز، يعني اللي هو يعني بيخليها الكبد بتموت. وكمان بعد كده بقى تروح على الكدني بقى، يعني اصل في علاقه دايما قدام، بيروح ايه من الليفر يعدي على الكدني، فيعني هيروح للكدني برضو يعمل لها مشاكل ويعمل لها رينال تيوبولار نكروزيس، تمام. يصاحبها بقى هيماتيوريا واوليجويوريا وحاجات كتير قوي، يعني دي هيماتيوريا، تمام. فعندك هيماتيوريا واوليجويوريا وانيوريا وهايبوجلايسيميك كوما، دي بقى تاني كده ايه اللي حصل؟ الراجل خد جرعه عاليه من الباراسيتامول من 10 15 جرام في الادلت و4 جرام في التشيلدرن، اللي بيحصل ناب كيو بيفضل ناب كيو اي بيفضل موجود في جسمي، بيحصلوش توكسيفيكيشن لان الجلوتاثيون عندي ايه خلص. طب وبعدين يعني في الايرلي السيمتومز، في الايرلي بتبقى نوجيا واعراض عاديه خالص، نوجيا وفوميتنج دايريا يعني ابدومينال بين، يعني مش اعراض خطر. يعني المشكله بقى في الليت، ان يحصل لي خلايا الكبد بتموت ويحصل لي هيباتيك نكروزيس، وعندك كمان رينال تيوبولار نكروزيس ليدنج تو هيماتوريا اوليجويوريا وانيوريا وهايبوجلايسيميك كوما. يعني قول ما هيماتوريا حلوه قوي، اوليجويوريا يعني مش شرط العرض، يعني المهم ان بيحصل هيباتيك نكروزيس ورينال تيوبولار نكروزيس ما يصاحبها من اعراض بقى. طيب اعالجها ازاي بقى؟ زي ما قلت لكم انا الراجل كل مشكلته ان الجلوتاثيون عنده مش موجود. طب لو في جلوتاثيون هيشتغل عادي ويعمل يعالج الحته دي، فهو فبالتالي برضه انا هعالج التوكسيستي بان استايل سيستاين اللي هو جلوتاثيون دونرز، تمام. ادي راجل جلوتاثيون من بره، ممكن اعمل له جاستريك لافاج، مش هو السام بيمتص في الاستومك، الراجل لسه واخدها حالا اهو، ممكن اعمل له جاستريك لافاج وايه واشيل الباراسيتامول اللي في المعده. وبرضه عايز اقول لك على حاجه برضه، يعني ما تجيش بقى انت ما شاء الله عليك بقى تقوم رايح جاي مثلا مديله ميتوكلوبراميد ولا حاجه، ده تبقى خطر قوي، يعني ده انت كده بتزود الامتصاص بتاع الباراسيتامول وتزود من التوكسيستي، فدي كارثه.
اكتيفيتد تشاركول دي مهمه قوي برضو. التشاركول ده يعني بص حاجه عامله بيعمل ان اكتيفيشن الادويه كتير قوي. هو ايه اللي بيحصل؟ هو بينزل كده ما شاء الله عليه يعني، يقوم رايح جاي ساحب الادويه كلها معاه، يعني ياخد دواء ديوكسين على مش عارف ايه، ياخدهم كده معاه كده وينزل بيهم بقى، يطلع بيهم بره الجسم يعني. فهو الشاركول دايما اساسا بيعالج دايما التوكسيستي من ادويه كتير قوي، تمام. وسبورتيف دراج بقى يعني مثلا اي حاجه بقى تعالج الهيباتيك نكروزس، تعالج الابدومينال بين، الدايريا، يعني اهم حاجه بس الثلاثه دول، ان انا اديله ان استالسيستاين اللي هو الجلوتاس هيون دونر وجاستريك لافاج واكتيفيتد اي اتش ار كول وسبورتيف تريتمنت برضه، مش مشكله يعني. طيب دراج انتر اكشن بقى زي ما قلت لكم، هو بص كل الفكره برضو في حاجه، زي ما احنا الاسبرين كان ليه دراج انتر اكشن فظيع، عمال يعني ما شاء الله بيعمل ديسبليسمنت الادويه كتير، وممكن يعمل توكسيستي من ادويه كتير وحاجه وبلوى. الاسبرين ده ليه بقى؟ كل المشكله ان هو هايلي باوند تو بلازما بروتين، ففي حاجات مثلا ديجوكسين مثلا بيمسك بلازم بروتين، يوم رايح جاي الاسبرين واخد مكانه، فالديجوكسين يبقى فري ويظهر الاكشن بتاعه، ممكن يحصل منه توكسيستي ده مثلا يعني. والانتي هايبرتنسيف مثلا برضو دي يعني كان ليه دراج انتر اكشن كتير قوي الاسبرين، اما ده بقى يعني غلبان خالص. ليه بقى؟ لان هو سلايتلي باوند تو بلازما بروتين، يعني ما بيمسكش في البلازما بروتين قوي، تمام. عشان كده برضو بيبقى فيه سهوله قوي ان يحصل منه توكسيستي. يعني احنا زي ما كنت بقول لك اكيو باراسيتامول توكسيستي، بيبقى فيه سهوله قوي ان يحصل منه توكسيستي، لان هو مش هايلي باوند تو بلازما بروتين. وزي ما انت شايف الجرعه حتى اللي هي 15 جرام دي جرعه مش كبيره يعني، 10 15 جرام دي مش جرعه كبيره يعني. احنا مثلا خدنا الاستاليسيليزم ولا حاجه، دي كانت بتحصل مع الجرعات الكبيره قوي يعني، اكبر من كده بكتير، واخد بالك. انما يعني ده يعني بغض النظر عن كميه الجرعه يعني، بس هي كل الفكره ان هو ايه، يعني هو ما بيمسكش في البلازما بروتين، فيعني ادراج انتر اكشنز بتاعته مش كتير. انما برضه لازم تكون عارف الميتوكلوبرامين، زي ما قلنا هو كل ما زاد الجاستريك امتنج كل ما زاد الايه الابزوربشن بتاعه. يبقى يعني كل اللي تعرف في ادراج انتر اكشن هو مش زي الاسبرين في ادراج انتر اكشن بتاعته. واحد قال لك ليه؟ قال لك عشان هو بيمسكش في البلازما بروتين بس، يعني سلايتلي باوند تو بلازما بروتين، مش زي الاسبرين اللي هو هايلي باوند تو بلازما بروتين وبيعمل لي مشاكل مع ادويه كتير. والميتوكلوبراميد مثلا ده دواء اي دواء بيزود الجاستريك امبتنج، واشهرهم الميتوكلوبراميد، بيزود الابزوربشن بتاع مين؟ بتاع الباراسيتامول، اللي هو الاسم التاني ليه برضو اللي هو الايه الاسيتامينوفين، تمام. الكونترا اندكيشن بتاعته هو ما فيش غير كونترا اندكيشن واحد بس، الالرجي. الراجل ما يكون عنده الرجي تقريبا معظم الادويه ممكن، ما يعني الرجي تقريبا في معظم الادويه اصلا، فيعني اللي هو الكونتر اندكيشن الوحيد للباراسيتامول الالرجي. فانا عشان كده بقول لك هو ليه وايد سيفتي مارجن يعني، مش وكمان الالرجي برضو منه مش كتير يعني، مش ناس كتير الرجي للباراسيتامول. طبعا البريباريشن بقى يعني التحضيرات بقى، طبعا هو احنا عارفين طبعا في كم بنادول وبنادول الاكسترا، تمام. فهو ممكن اديله باراسيتامول الالوان اللي هو البنادول، وفي البنادول اكسترا. ايه بقى البنادول الاكسترا ده بقى؟ والله البنادول اكسترا ده ليس يعني، هم بيضحكوا علينا يعني، هو ليس الا كافيين مع باراسيتامول بس. يعني البنادول اكسترا اللي هي اللي هنا ديت دي ليست الا مجرد كافيين مع ايه؟ مع باراسيتامول. طيب ايه الاي بي سي؟ والله لو واحد شافها في كتاب الهوست هيقول لك انتيجين بريزنتنج سيل، تمام. لا دي مش انتيجين بريزنتنج سيل، ده احنا هنا في الفرم، تمام. فدي عباره عن ايه؟ ده اسبرين باراسيتامول كافيين، تمام. هو تحضير من ثلاث حاجات يعني، اسبرين باراسيتامول كافيين، او اسمه التجاري برضو ايه، سيفاسيت ايه بلس، تمام. يبقى هو التحضيرات بتاعته ممكن يبقى بنادول اكسترا اللي هو كافيين مع باراسيتامول، وممكن اعمل كافيين مع باراسيتامول مع اسبرين اللي هي الاي بي سي او سيفاسيت بلس، بس ما فيهوش حاجه. وتمام يعني، يا رب اكون اسعدتكم يعني بالفيديوهات ديت، ويعني اهم حاجه تكونوا فهمتوا بس. شكرا.